السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا درس اليوم تتمة الرأس مال وسعر الفائدة، إذا صفحة 116. إذا في الشريط السابق إذا قمنا بإنجاز وشرح الدرس وإنجاز تمارين صفحة 116، الآن مع تمارين الصفحة 117. إذا نبدأ بالتمرين رقم 9. إذا يبين الجدول أسفله المبالغ المالية التي وضعها 3 أصدقاء في أبناك مختلفة لمدة سنة، واحسب سعر الفائدة الذي وضع به كل مبلغ. إذا كما تعلمنا في الشريط السابق أن سعر الفائدة يساوي إذا سعر الفائدة، إذا هو رأس، هو الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة الرأس مال. إذا هنا الفائدة السنوية عن كل مبلغ هي 420. إذا نبدأ بالمبلغ الأول. إذا المبلغ الأول لرشيد، إذا لدينا المبلغ هو 8400 والفائدة 420. إذا الفائدة ضرب 100 قسمة الرأس مال. إذا نختزل بالصفر مع الصفرين، صفرين مع الصفرين. إذا 420 ضرب 1 قسمة 84، إذا تساوي 5. إذا السعر هو 5%. المبلغ الثاني نفس الشيء، الفائدة السنوية دائما هي 4000. إذا هذا بالنسبة لي حمزة. إذا السعر، إذا هو الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة المبلغ الذي هو 7000. إذا نختزل بالأصفار، صفرين مع صفرين. إذا 420 قسمة 7 تساوي 4.8. 7000 هنا، المبلغ هو 7000. إذا 3 أصفار مع 3 أصفار، 42 قسمة 7 تساوي 6. إذا 6%. بالنسبة لعبد الرحمن دائما الفائدة السنوية هي 420 ضرب المبلغ الذي هو 8750 ضرب 100. إذا الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة الرأس مال. الرأس مال هنا هو 8750. إذا بعد إجراء العملية، من طبيعة الحال هنا لدينا 0.0 هذا الاختزال فقط. إذا بعد إجراء العملية نجد 4.8%. بالنسبة للتمرين رقم 10، أتمم الجدول التالي. إذا لدينا رأس المال، لدينا السعر، الفائدة السنوية. إذا القاعدة تقول أو الجدول، الفائدة السنوية هي رأس المال ضرب السعر. إذا 8000 ضرب 6.3 قسمة 100. إذا الصفران مع الصفران، إذا 80 ضرب 6.3، إذا تعطينا 504 دراهم. ثم بالنسبة لي هنا نبحث عن رأس المال. إذا ماذا يساوي رأس المال؟ يساوي الفائدة السنوية ضرب مقلوب السعر. إذا الفائدة السنوية هي 615 ضرب مقلوب السعر. إذا السعر هو 4.1 على 100، مقلوبه هو 100 على 4.1. إذا بعد إجراء العملية ليس هناك أي اختزال، إذا نحصل على 15000 درهم. ثم هنا نبحث عن السعر. إذا السعر كم يساوي؟ السعر يساوي الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة رأس المال. إذا الفائدة السنوية هي 1920 ضرب 100 قسمة السعر. إذا هذه القواعد كلها تعلمناها في الدرس السابق، إذا أو في الشريط السابق. إذا بعد الاختزال صفران مع صفران، إذا 1920 قسمة 240 تساوي 8. إذا 8%. أو كما قلنا الطريقة الثلاثية، مثلا نريد أن نجيب عن هذا الجدول، إذا عن هذه العملية نجيب بجدول. إذا دائما لدينا المبلغ ثم الفائدة. إذا لاحظوا المبلغ هو 24000،
ثم الفائدة السنوية المترتبة عنه هي 1920، الفائدة عن هذا المبلغ هي 1920، ثم دائما السعر يكون بالمئة. الطريقة الثلاثية 1920 ضرب 100 قسمة 24000، نفس العملية 1920 ضرب 100 قسمة 24000. إذا إما أحفظ القاعدة وإما أطبق الجدول. جيد، نمر إلى التمرين رقم 11. إذا ينتج معمل 3.150 كيلوغرام من الجبن باستخدام 20 لتر من الحليب. إذا دائما هذه المسائل المتعلقة بالنسبة المئوية إلى غير ذلك، إذا عندما يكون لدينا معطيان فقط، لاحظوا هنا الكيلوغرام واللتر، إذا أحسن طريقة هي الجدول. إذا لدينا الكيلوغرام ولدينا اللتر، إذا هنا الكيلوغرام هو الكتلة وهنا اللتر هو الحجم أو الساعة، نقول الحجم أحسن. إذا ينتج معمل 3.150 أو 3.15، هنا صفر زائد فقط، إذا 3.15 هي كتلة باستخدام 20 لتر، إذا 20 لتر. ثم نأتي إلى السؤال، ما هي كتلة الحليب بالطن اللازمة لإنتاج 6 طن؟ إذا 6 طن هنا كتلة، إذا نضع هنا ولكن لا نضع 6، لأن هنا لدينا بالكيلوغرام، هذا بالكيلوغرام، إذا 6 طن نحولها تعطينا 6000 كيلو جرام، إذا نضع 6000 حتى تكون نفس الوحدة. ثم هنا الطريقة الثلاثية، 6000 ضرب 20 قسمة 3.15. إذا بعد إجراء العملية تعطينا 38095 لتر فاصلة 2. ثم الآن علما أن كتلة، لاحظوا جيدا، علما أن كتلة لتر واحد من الحليب هي 1032 غرام، إذا هنا لاحظوا وجدنا حجم الحليب باللتر ولكن نحن نريده بالطن. إذا نأخذ هذا الحجم من اللتر 38000 فاصلة 2 ونضربه في كتلة اللتر الواحد 1032، إذا تعطينا 39، إذا بعد إجراء العملية إذا تعطينا 39,314,246 غرام، لأننا ضربنا في الجرام، تعطينا بالجرام. ثم نحولها إلى الطن، إذا الجرام، ديكاغرام، هكتوغرام، كيلوغرام، نقطة العشارية، القنطار، طن، إذا فاصلة طن. إذا هذا التمرين رقم 11. ثم التمرين رقم 12. إذا يستخدم بستاني لسقى حديقة رشاشا آليا بصبيب 50 لتر في الساعة ويتركه يعمل يوميا مدة ساعة ونصف، إذا ما هي كمية الماء المستهلكة بهذا الرشاش يوميا؟ دائما نجيب عبارة عن جدول، أسهل طريقة، أنا أفضل دائما الجدول. إذا الوحدات لدينا اللتر ولدينا الساعة، إذا اللتر ولدينا الساعة، إذا هنا الحجم وهنا المدة، إذا 50 لتر في ساعة، 50 لتر في ساعة. إذا ما هي كمية الماء المستهلكة بهذا الرشاش يوميا؟ إذا يوميا ما معنى ذلك؟ لاحظوا هنا المدة التي يشتغل فيها الرشاش هي ساعة ونصف، إذا لدينا المدة ساعة ونصف نضعها في المدة، إذا ساعة ونصف، إذا إذا خلينا هذه بالساعة نضع هنا ساعة ونصف يعني 1.5، إذا حولنا هذه إلى دقائق، ساعة هي دقائق، إذا نضع 90، لماذا؟ ساعة زائد 30 دقيقة هي 90 دقيقة، إذا إما نضع 90 دقيقة 60 دقيقة، ولا هنا نضع ساعة وهنا 1.5، نفس الجواب. إذا كم يشتغل يوميا هنا؟ إذا الطريقة الثلاثية 90 ضرب 50 على 60، من طبيعة الحال 90 دقيقة ضرب 50 لتر على 60 دقيقة، إذا هنا أصبحت بالدقائق، إذا نختزل بالدقيقة مع الدقيقة، إذا الوحدة ستكون اللتر. إذا 90 ضرب 50 نختزل بالصفر مع الصفر، إذا 90 ضرب 5
قسمة 6 تعطينا 75 لتر. نفس الشيء إذا خدمنا بالدقائق راح نحصل على نفس الجواب. جيد. الآن كم يوما اشتغل فيه هذا الرشاش إذا كان كمية الماء المستهلكة هي 3000 لتر؟ إذا يمكن إضافتها في الجدول أيضا نفس الطريقة. إذا 3000 لتر نضعها في اللتر 3000. إذا هنا وجدت 75. إذا الطريقة الثلاثية 3000 ضرب 90 قسمة 75، أو 3000 ضرب 60 قسمة 50، نفس الجواب. إذا 3000 ضرب مثلا 90 أو ضرب 60 أحسن قسمة 50. إذا الصفر مع الصفر. إذا 6 ضرب 3000 هي 18000. 18000 قسمة 5 تعطينا كم؟ إذا تساوي 18. 6 ضرب 3 18000. 18000 قسمة 5 تساوي 3600 دقيقة، لأن هنا احنا خدمنا باستعملنا الدقيقة. تساوي إذا نقسم 3600 على 60. لماذا؟ لكي نحولها إلى ساعات. إذا هذه بدقائق، إذا سنجد 60 بطبيعة الحال باقي صفر، إذا 60 ساعة، إذا تساوي 60 ساعة. ثم 60 ساعة نقسم على 24 لتحويلها إلى الأيام. إذا 60 كم فهم من آن؟ فاثنان، اثنان 48، والباقي 12 ساعة. إذا يومان واثنا عشر ساعة. ثم نمر الآن إلى التمرين رقم 13. إذا استخدم بناء 425 بلاطة مربعة الشكل لتغطية أرضية غرفة مساحتها 17 متر مربع فاصلة 8، ويريد تغطية أرضية فناء مساحته 22 متر مربع فاصلة 48 بنفس البلاطات. لاحظوا هنا لدينا البلاطة، عدد البلاطات 445 بلاطة، ولدينا المساحة. إذا نفس الطريقة دائما نجيب بواسطة جدول. إذا هذا التمرين رقم 13. إذا عندنا عدد البلاطات ثم لدينا المساحة بالمتر مربع. إذا عدد البلاطات 445 445، إذا غطى بها 17 متر مربع فاصلة 8. ثم السؤال الآن المطروح، يريد تغطية فناء مساحته 22 متر مربع فاصلة 48. إذا هنا المساحة 22.48، الطريقة الثلاثية 22.48 ضرب 445 قسمة 17.8. إذا نحصل على 562 بلاطة. ثم بالنسبة للسؤال ب، ما هي بالسنتيمتر مربع مساحة بلاطة واحدة؟ إذا بلاطة واحدة، إذا نسجل هنا عدد البلاطات. إذا بلاطة واحدة نكتب واحد، بلاطة واحدة الطريقة الثلاثية واحد ضرب 22.48 قسمة 562 تعطينا 0.04 متر مربع. نحولها إلى سنتيمتر مربع. إذا هذا المتر مربع، ديسيمتر ديسيمتر مربع، ثم نضيف صفرين للسنتيمتر مربع. ثم التمرين رقم 14. إذا تعطي 6000، تعطي 6200 دودة قز 10 كيلوغرامات من الشرنقيات، يستخرج منها 1900 غرام من الحرير. إذا ما هو إنتاج الصين السنوي من الحرير، علما أن إنتاجه السنوي من الشرنقيات هو 350 طن. إذا تعلمنا الآن كيف نجيب دائما عن طريق الجدول. إذا لدينا السؤال، لاحظوا ما هو إنتاج الصين من الحرير. إذا نضع الحرير مثلا بالجرام،
أن إنتاجه من الشرنقيات، إذا مع الشرنقيات أيضا بالجرام. إذا نعود إلى معطيات الجدول، إذا تعطي 6200 دودة قز 10 كيلوغرامات من الشرنقيات، إذا الشرنقيات 10 كيلوغرامات بمعنى 10000 جرام، 10 كيلوغرامات إذا هي 10000 جرام، يستخرج منها 1900 جرام من الحرير. إذا 1900 جرام من الحرير تعطينا 10 كيلوغرامات، 10 كيلوغرامات نحولها إلى الجرام تعطينا 10000. إذا ما هو إنتاج الصين من الحرير؟ علما أن إنتاجه من الشرنقيات هو 350 طن. إذا الشرنقيات 350 طن، ولكن نحولها إلى الكيلوغرام، أو عفوا إلى الجرام، أو يمكننا مثلا استخدام الجرام أحسن كاع لكي نسهل العمليات. إذا هذه بالجرام، إذا 1.9، ثم هذه بالكيلوغرام، إذا هذه بالكيلوغرام 1.9، بالكيلوغرام هي 10، هنا لاحظوا 350 طن، إذا هي 350000 كيلوغرام. ثم كم عدد أو ما هو إنتاج الحرير؟ الطريقة الثلاثية، إذا 350000 ضرب 1.9 قسمة 10، إذا 0 مع 0، إذا 35000 ضرب 1.9 تساوي 66500 كيلو جرام. الآن السؤال ب، كم دودة قز استخدمت في هذا الإنتاج السنوي؟ إذا نسجل هنا 66500 جرام. إذا كم دودة قز استعملت؟ إذا هنا أيضا جدول، إذا عدد الدود ثم الحرير، كمية أو كتلة الحرير بالكيلوغرام. إذا لاحظوا جيدا، لدينا 6200 دودة تعطينا 1.9، لأن بالكيلوغرام نحول إلى الكيلوغرام. ثم كم دودة استخدمت في هذا الإنتاج؟ لاحظوا لدينا الإنتاج هو 66000، يعني في الإنتاج 66500. ثم الطريقة الثلاثية، 66500 ضرب 6200 قسمة 1.9، إذا ستعطينا عدد الدود. إذا بعد إجراء العملية نجد، نعم، إذا فنحصل على 21,699,699,699,999 دودة. ثم الآن نمر إلى التمرين رقم 15. إذا اشترى 3 أصدقاء علبة بها 10 أقراص مدمجة ثمنها 215 درهم. إذا دائما نفس الطريقة، إذا المعطيات لدينا الأقراص ولدينا الثمن، إذا عدد الأقراص ثم الثمن بالدرهم. إذا لدينا 10 أقراص ثمنها 215 درهم. إذا أخذ الأول 3 أقراص، إذا 3 أقراص، أخذ الثاني 5 أقراص، ثم أخذ الثالث قرصين. إذا ما هو المبلغ الذي سيؤدي كل واحد منهم ثمن الأقراص التي أخذها؟ إذا معامل التناسب، 215 قسمة 10، إذا قسمنا على 10 نزيح الفاصلة برتبة، إذا 21.5. إذا معامل التناسب هو 21.5، ودائما السهم عند المقسوم. إذا 3 ضرب 21.5 هذا بالنسبة للأول، ثم 5 ضرب 21.5 هذا بالنسبة للثاني، ثم 2 ضرب 21.5 هذا بالنسبة للثالث. إذا هنا تعطينا كم؟ إذا هنا نجد 64.5 درهم أو فاصلة 50. ثم هنا تعطينا
7.5 دراهم أو فاصلة 50، ثم هنا تعطينا 43 درهم. إذا هكذا انتهت أو انتهى درس اليوم. إذا شكرا على انتباهكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تستفيدوا من الدروس القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.